الكرام، تتواصل الانطلاقات في هذه الفترة المسائية هنا في هذا السباق التراثي على أرضية ميدان الديد بإمارة الشارقة هنا في هذا المهرجان، مهرجان قناة الوسطى. في هذا التحدي ينطلق رابع الأشواط هنا في هذه الانطلاقة، وناخذ المقدمة والمركز الأول لنبدأ مع الذيب على الصدارة والبداية على المركز الأول. عبيد بن سالم بن محمد بن حمير الراشدي من يقدم لنا الذيب على البداية والمركز الأول. المركز الثاني شعار عرقان على مقدمة الشوط. المركز الثاني أطلس لسعيد بن راشد بن سعيد العوادي حاضرا في ثاني المراكز. المركز الثالث وصل شمشون لعبد الله بن محمد بن محمود بن رضا القادم في المركز الثالث. ورابع المراكز تقدم متباهي لمحمد بن عبد الله بن محمد بن حمود الاكتبي في رابع المراكز. وارى القادم في المركز الخامس القادم الواصل هناك من الزاوية الأخرى من زاوية الميدان يحضر هناك وقاد لسعيد بن علي بن عبد الله بشاوي الاغفري الحاضر على المركز الخامس هنا في هذه الانطلاقة. ونعود إلى المركز الأول، نعود إلى البداية هناك مع المقدمة والصدارة إلى الذيب، إلى الذيب مع الراشدي. أهالي مغافة يتواجدون مع المركز الأول بتحديات هذا الشوط وبهذه اللحظات المثيرة. إذا الذيب عبيد بن سالم بن محمد بن عمير الراشدي، والقادم في المركز الثاني شمشون عبد الله بن محمد بن محمود بن رضا القادم على المركز الثاني. المركز الثالث أشوف من القادم هناك من بدأ يفرق الأسماء والشعارات. القدوم والوصول على المركز الثالث هذا هو القادم، وصل جبار لقناص بن علي بن محمد بن قناص العامري قادم من قدوم قوي للقاية في هذه المشاركة. يقدم لنا جبار على المركز الثاني، ونعود إلى الصدارة إلى هالي مقافة مع المركز الأول مع وجود الذيب على المقدمة والصدارة. يطالبون بالفوز، يطالبون بهذا الانتصار القوي في هذه المنافسة. سلام إلى مالك الذيب عبيد بن سالم بن محمد بن عمير الراشدي على تحقيقه وانتصار الذيب بالمركز الأول. سلام يا مقافة، سلام مقافة. المركز الثاني جبار لقناص بن علي بن حمد بن قناص العامري، وفي المركز الثالث كان الوجود مع اللي هو الكوري لجمعة بن أحمد بن محمد بن مطر الخيالي. وفي المركز الرابع اللي هو شمشون لعبد الله بن محمد بن محمود بن رضا، والخامس المركز الخامس اللي هو شاهين لمبارك بن حمد بن سهيل بن حمرور العامري كان في المركز الخامس في هذه الانطلاقة. إذا تهانينا إلى مالك الذيب لعبيد بن سالم بن حمد بن عمير الراشدي، نهني على هذا الفوز والانتصار الذي أهدى بالسلامات إلى هالي مقافة في مدينة العين. التوقيت الزمني 3:09 بالوفاء والتمام، هو توقيت المركز الثاني كان الوصول اللي هو جبار القناص بن علي بن قناص العامري، وتوقيت سنتابع وياكم التوقيت المسجل مع وجود جبار القناص بن علي بن حمد بن قناص العامري. قدم عرض رائع جميل ويشكر عليه هنا منذ البداية وحتى خط النهاية في هذا الشوط. التوقيت الزمني 3:09 و82 جزءا من الثانية، هو توقيت المركز الثاني مع جبار لقناص بن علي بن حمد بن قناص العام. ثالث المركز الثالث اللي هو الكوري لجمعة بن أحمد بن جمعة بن مطر الخيلي، من وصل في المركز الثالث بهذا الوجود مع الكوري
التوقيت الزمني 3:15 و36 جزءا من الثانية، توقيت الكوري لجمعة بن أحمد بن جمعة بن مطر الخيلي من وصل في المركز الثالث هنا بهذا التواصل.